بير يوسف الخضر هذا من الانتاجات الجديده ديال البطوله الوطنيه، الانتاجات اللي قلت مع الاسف الشديد خلال المواسم الماضيه. ماذا يمكن ان تقول عن يوسف الخضر وانت تعرف حق المعرفه؟ بالفعل فبالخضر حين الاشراف ديالي على امال فريق الوداد البيضاوي فكان لاعب اللي كيلعب في الامار، رقيناه الفريق ديال الفتيان رغم فارق السن ديال 3 و4 سنوات، فاستطاع انه يبصم على لقاءات جيده، انه ياخذ المكان الرسميه مع لاعبين كدوليازال كالسعيدي كفوزي عبد الغني كابو رزوق كحمزه حجي، فاستطاع انه ياخذ المكان ديالهم وبين منذ الصغر على انه لاعب اللي عنده امكانيات قويه، والدليل هو الان اكثر من نادي يريد الخطب الويد ديالو، واخيرا سمعنا على انه يمكن ينتقل الفريق من اجل احتراف برشلونه. نعم نتمنى ان تتم هذه الصفقه، في انتظار ذلك نتابع هذه الورقه وهذا البورتري عن يونس بالخضر وهو من مدينه الدار البيضاء. جميع متتبعي الميركاتو الصيفي لهذا العام ينتظرون قرار وجهه يونس بالاخضر، فما زالت العروض تتقاطر عليه من كل اقطار العالم وابرزها عرض فريق الاف سي برشلونة الاسباني. وقد اكد لنا يونس بالاخضر في تصريح له لنا على صحة ذلك. عرض لي صحيح لي الحمد لله جرات في واحد المتابعة مع الوكيل الاعمال ديالي ووكيل اعمال برشلونة، وانتم كما كتشوفوا هاتيو بان ديما في اي انتقال من فريق لفريق كتمر على 3 مراحل، وهي دازت المرحلة الأولى اللي كانت الحمد لله بوزيتيف، ودابا كنشوف المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. زعما الانتقال ما غاديش يمشي، غادي يجي وغادي تمشي صافي، فهمتيني؟ أنت متفائل؟ إيوا معلوم متفائل، أنا متفائل 100%. مدرب الكاتالان فيلانوفا يؤكد بدوره على قرب فريقه من حسم أمر التعاقد مع أفضل جناح أيمن بإفريقيا. نحن عازمين على حسم صفقة انتقال يونس بالأخضر كما فعلنا ذلك مع نيمار، وكما تعلمون فنحن بصدد إجراء تغييرات جذرية على خط دفاعنا، ويبقى بالأخضر أهم نقطة في مشروعنا. لكن الأمور لن تكون سهلة، فكما ضاع لقب دوري أبطال أوروبا من بين يدي البارسا لصالح البايرن ميونشن، فقد يحدث نفس الشيء، خاصة وأن مدرب البايار مصر على انتداب بالخضر قبل رحيله. لقد حققت كل أحلام البايارن هذا العام، وسأسعى لتحقيق أمر سيظل الجمهور المانشفتي يتذكرني به خلال السنوات المقبلة. فيونس بالأخضر ليس مدافعا فقط، بل هو محارب أيضا على رقعة الملعب، وقد شاهدت ذلك مباشرة خلال لقاء آسفي بالدار البيضاء، وهذا ما نحتاج إليه لدعم لام وباقي عناصر الفريق. غير أن يونس بالأخضر قد يقرر عدم التوجه صوب أوروبا والبقاء في إفريقيا، لكن هذه المرة مع فريق لوكنزاندا البامبوكي، خاصة بعد تقديمهم عرضا أكثر من مغري. وعدنا وكيل أعمال يونس بالأخضر ببناء قصر له بالقرب من قصر الرئيس، وفي حالة تتويجنا بلقب دوري القسم الوطني الثالث فسنكافئه بإحداث ثورة عسكرية من أجل أن يكون رئيسا لدولة البامبوكيا. وبين هذا وذاك تظل قضية انتقال يونس بالأخضر راهنة قادم الأيام. إذن تابعنا هذه الورقة عن يونس.